موضوع الاتحاد اللي حابب نتناول الموضوع المبادره بتاع الاتحاد، هذه المبادره المنتظره التي قد تشكل ربما نقطه انطلاق تتقاطع فيها تقريبا القوى السياسيه المختلفه المستهدفه من قبل سلطات الامر الواقع، وقد تتقاطع ايضا ميدانيا ربما في تحركات من اجل اعاده الديمقراطيه. كما قلت الاتحاد قد يقرب الى الساحه الديمقراطيه وقد يقرب الى المقاومه. يعني تقديرك كيف تقيم ربما العناصر الأولى والمشهد الأول الذي قدمته هذه المبادرة، مبادرة الاتحاد؟ شوف، المشكلة ليس في مضمون المبادرة، لأن كل القوى سياسية أو مدنية متفقة على تشخيص الوضع ومتفقة أيضا على الأهداف التي تسعى لها. ما فماش اختلاف في هذا المسألة، الاختلاف هو في التمشي. هل مطلوب من الاتحاد أن يلعب الدور اللي لعبه في عام 2013 وأن يحتل موقعه كقاطرة للحركة الوطنية من أجل إعادة واسترجاع الديمقراطية في خصومة مع من هدم الديمقراطية، أم أن الاتحاد الآن لا يريد أن يسير في هذا المسلك ويبحث على تسوية مع السلطة القائمة الآن وهي زنق طريق مسدود؟ إذن الخلاف هو هنا حول التمشي وبالتالي المضامين، المطالب اللي باش يقدموها ما عندناش فيها خلاف. أما أن هذه المبادرة باش يهزوها للشخص الذي هدم كل ما بنيناه منذ الثورة إلى حد الآن وأقام جدار بيننا وبين المستقبل، نقولوا بأنهم سيكتشفون أنهم أضاعوا على أنفسهم وقتا ثمينا وأضاعوا علينا. يقولوا أنه للحرج السياسي، مش هم يؤمنوا بأن الرئيس لا يؤمن بالحوار وتقريبا أعطى موقفه من هذه المبادرة، هم فقط يقدمون ذلك للإحراج، لعملية الحرج السياسي فقط. وعليش يضيعوا علينا في الوقت؟ احنا كتوانسة فرد باخرة، فرد قارب، نغرق مع بعضنا ينجو مع بعضنا، ضيعنا في الوقت. انت تعرف اللي ما فما باش تكلم حيط، يكلم الناس الاخرين، كلم القوى السياسيه، كلم القوى الاجتماعيه، عيط للناس باش يجتمعوا في اي فندق من الفنادق، رغم اللي الفنادق اصبحت صعب الان الاجتماع فيها، رجعنا الى أسوأ ما كنا فيه في العهود السابقه. يعني سي نجيب، كيف تقيم علاقه الاتحاد بسلطه 25 جويلية بعد تقريبا هذه الحاله الجذب وال المد بين الطرفين؟ اليوم تقريبا العلاقة أصبحت متوترة، هل حقيقة شعرت معاوية قطعت بين سلطة الانقلاب والاتحاد العام لتنسيق الشغل؟ من جانب السلطة هي قاطعتها، من جانب الاتحاد ما يحبش يقبل هذه الحقيقة، يعني يخلي المستمع يعتقد بأنه فما إمكانية للتواصل والتسوية والحل. أنا في بالي اليوم صار حدث على غاية من الأهمية ماذا بيا نقف عليه، وهو اللائحة اللي صوتوا عليها حوالي بعد 500 نائب برلماني يمثلوا 27 شعب أوروبي حول الوضع في تونس، وشخصوا الوضع بغاية التدقيق وحادثة وراء حادثة، وقدموا عديد من التوصيات من أجل أن تراجع السلطة في تونس على الخروج عن المسار الديمقراطي والاستبداد بالحكم والانغلاق عن العالم. هذا الحدث، أنا شخصياً أغتنم هذه الفرصة لأحيي البرلمانيين، أقول لهم شكراً على دعمكم للديمقراطية في تونس، وإحنا هذا الشيء يعزز علاقات الثقة بيننا وبينكم من أجل مستقبل متاع تعاون مثمر ويكون أفضل من مما كان عليه في السابق. هذه الحقائق وقت اللي تقرأ هذه اللائحة كلها حقائق، حتى اتحاد الشغل مشمول به وحتى عطينه مكان بارز. إيه الإنسان ما يرجعش نفسه يقول أنا راني غلط في 25 جويلية وقت اللي اعتبرتها فرصة؟ وين الفرصة؟ وين هالفرصة؟ أنا أقول فرصة ونقعد على هك الفرصة هذيك وما رجعش نفسي. هو اتضح أنه خطأ وأنها لم تكن فرصة، كانت إهدار لفرصة تاريخية للبلاد التونسية. وبالتالي من وقتها لليوم كل شيء في تراجع، حتى بإقرارهم هما يطيب
مو تستخلص الاستخلاصات، لابد من جرأة سياسية، ولابد من نكران للذات والاعتبار بأننا أمة واحدة في قارب واحد، مصيرنا واحد، وأنك أنت جزء منا، مش مزية منك، مش مزية منك، وأنتم راكم عابري سبيل ككل القيادات اللي سبقتكم واللي بتجي بعدكم. وبالتالي أنا أقول اتحاد الشغل قوة أساسية، أنا حياتي كاملة كنت أكافح إلى جانبها ومن أجل المثل والمبادئ التي تحملها، ولازلت أعتبرها قوة صديقة، ولازلت أعتقد بأنه طال زمن أو قصر ستأتي إلى ما هو مطلوب من التونس كل، وحدة وطنية من أجل إيقاف الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية والاستقرار، وأن ما يعتريه علاقتنا بالاتحاد ومن جانب الاتحاد بشكل خاص هي أمور عابرة نحن لا نعطيها أهمية. لا نعطيها أهمية لأن سيتكفلها الزمن، والزمن ليس بالمعنى الطويل، بالمعنى القصير، لأن الأحداث تتسارع. الاتحاد مستهدف، نتمنى فقط أنه ما تهبطش عليه رزية وهو غير مستعد. هو بقطع نظر عن هذه القوى اللي ذكرتها، الاتحاد التونسي للشغل يبقى قوة أساسية في المجتمع التونسي، قوة مؤثرة، إضافة إلى المواقف الدولية اللي ذكرتها هي مواقف داعمة للشعب التونسي العام، ولكن تبقى الجبهة هي أمل الجماهير المدافعة على الديمقراطية.